يسعى الموظفون والعاملون في المهن المختلفة إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية، وذلك في سبيل الحصول على ترقية وتقدم في عملهم. هذا التطور المهني ينعكس عليه زيادة في المعرفة والخبرة، لكن ما هي السنوات المطلوبة للوصول إلى هذا التطور؟ كيف يمكن قياسه؟ يشير التطوير الوظيفي إلى مجموعة من البرامج المصممة لتلائم احتياجات الفرد وقدراته، أهدافه المهنية، وأيضا الفرص الحالية والمستقبلية المتاحة. ما هي أساليب الوصول إلى هذا التطور؟ هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه مع اختصاصي الموارد البشرية الأستاذ علي جرار. صباح الخير لك أستاذ علي. صباح الخير. أهلا وسهلا. هدف كل إنسان أن يسعى إلى التطور وأن يترقى وأن يصل إلى أهداف، لكن هناك الكثير من الناس الذين أولا يفتقدون ممكن الهدف، إلى أين سنصل، ممكن أحيانا الطريقة أو الأسلوب والأدوات، فمن أين ممكن أن نبدأ لمساعدة بعض الأشخاص على البدء والتفكير بفكرة التطوير؟ هو زي ما تفضلت، يعني الهدف هو البوصلة. يعني احنا اذا رايحين في اتجاه معين لازم يكون في عندنا هدف انه نروح في هذا الاتجاه. هلا للاسف اليوم الناس في خلط ما بين النجاح الوظيفي والانجاز الوظيفي، يعني اليوم اذا الواحد بيكون في منصب عالي جدا، منصب رفيع، عنده دخل عالي كويس من هذا الوظيفه، فبيعتبر حاله انه وصل للنجاح. لكن في عنصر مفقود، هو صحيح ولكن هذا اسمه انجاز مش نجاح. في عنصر مفقود في النص، انه النجاح الوظيفي لازم يحقق اساسا، لازم يحقق شرط تحقيق الذات، هذا اساسي، ولازم يحقق اسعاد للشخص نفسه. يعني في شخص بيكون في منصب عالي في وظيفه عاليه ولكن هو مش سعيد في عمله، ما حقق له ذاته، تمام. فعشان اعرف انا انه هذا الوظيفه او هذا المنصب او هذا الدخل هو عم بيحقق لي هدفي، لازم اتعرف على هدفي بالاساس، تمام. فالتعرف على الهدف هو البوصله، هو نقطه الانطلاق. يعني بمعنى اخر انه الانجاز هو غير كافي لتحقيق النجاح. صحيح 100%، غير كافي لوحده، هو جزء من تحقيق النجاح، ولكن تحقيق النجاح ونوصف الشخص انه ناجح في عمله لازم يكون في معاه عنصرين، تحقيق الذات والسعاده، انه انا حققت هدف من اهدافي الداخليه. نعم، يعني انا حابه اصيغها بصوره اخرى، انه الانجاز من الممكن انه هو المعرفه في كيفيه انجاز المهمات الموكله اليك بنجاح، ولكن هذا لا يعني ان تكون انسان قادر على الابداع والنجاح في وظيفتك وان تكون عاكس نفسك من خلال هذه الوظيفه او الاحساس بذاتك. صحيح، هي بنقدر نعتبرها نقطه مرجعيه، يعني اذا انا الانجاز نقطه مرجعيه، يعني اذا انا اليوم بدي اروح من عمان للعقبه، أنا عملت إنجاز لما بوصل من عمان للمعان مثلا، هذا إنجاز، ولكن أنا ما حققت الهدف النهائي. الهدف النهائي إني أنا أوصل لمدينة العقبة، تمام. نفس الشيء بالتطور الوظيفي، أنا هدفي بوظيفتي عشان أوصف نفسي كشخص ناجح لازم أحقق ذاتي، عم بعمل إشي بحقق لي ذاتي وبيشعرني بالسعادة. فأنا وصلت لمنصب عالي جدا، صرت مدير تنفيذي، دخلي عالي جدا، ولكن غير سعيد في عملي. فأنا وصلت مرحلياً لهدفي ولكن ما وصلت للهدف النهائي. طب شو المقياس؟ ما هي المؤشرات؟ إنه أنا ناجح أم منجز؟ هو المؤشر الأساسي بيعتمد على الشخص ومتطلباته. يعني اليوم الأشخاص، إحنا بنتعامل مع عنصر بشري، العناصر البشرية تختلف أصلاً في متطلباتها وفي احتياجاتها وفي قدراتها في مساعيها وفي قدراتها. ولكن المعيار الأساسي في هذا الموضوع إنه هل أنا عم بعمل عمل بيحقق جزء من اهدافي او لا، فهو مقياس فردي وليس مقياس جماعي. يعني اللي بدي احكيه انه ما في مقياس واحد بيجي بوصف كل الناس الناجحين، هو المعيار الوحيد انه قد ايه انا عم بحقق جزء من اهدافي الشخصيه. اللي عاده بصير في المؤسسات اليوم انه في اهداف للمؤسسه وفي اهداف للشخص، هدول الاثنين اذا ما التقوا مع بعض بصير في خلل في المؤسسه. عشان هيك في شيء اسمه التطوير المؤسسي بيكون عادة غير ناجح، لأنه أهداف الأفراد وأهداف المؤسسة مش ملتقين مع بعض. ما تلتقي مع بعضها. فلازم يكون عشان نوصف إنه المؤسسة ناجحة والشخص ناجح، لازم تكون الاثنين أهدافهم تلتقي مع بعض. ويعني الجهد يجب أن يكون طردياً بين الفرد والمؤسسة في طبعاً. العمل طبعاً والأهداف. طيب هون عم يعني بنيجي لمفترق طرق بفكرة الشخص نفسه. إذن
الشخص هو اللي بيحدد اذا هو حابب انه يسعد نفسه او انه من خلال هذه الوظيفه انه يعكس ذاته او صحيح. انه ينجز المهام. فبالتالي هناك ثقافه مجتمعيه بتلعب دور ايضا بهذا الموضوع. صحيح 100%. الثقافه ممكن تقول لك انه الوظيفه بيجيني هالراتب اخر الشهر سعيده ومبسوطه وكل الانجازات او خلينا نحكي اللي الشيء اللي عم بعمله هو حسب المهام المطلوبه مني وبنجاح وبتفوق احيانا. فماذا تقول بهذه الحاله؟ صحيح هو هذا الثقافه اللي احنا تعلمناها، ولكن انا اللي بدي احكي اليوم ايش اللي بحدد اهداف الشخص. احنا في مجتمعنا اهداف الشخص عاده تتحقق في شيء اسمه المجموعه المرجعيه. كيف يعني مجموعه مرجعيه؟ reference group، يعني انا بحيط نفسي باشخاص سلبيين، فبتكون اهدافي يعني فبصير تفكير نمط تفكيري وثقافتي والاشياء اللي بفكر فيها دائما شغلات سلبيه مش ايجابيه. الاشخاص اللي عاده واحد من عناصر النجاح انك تحيط نفسك باشخاص عندهم ثقافه النجاح، عندهم ثقافه الابداع، عندهم ثقافه الابتكار، فبتلاقي نفسك انت اوتوماتيكلي صرت تتاثر بهي الثقافه اللي انت من الاشخاص اللي مش دائما هدول الاشخاص متاحين، يعني زي ما قلنا انه هناك صحيح. في يعني نسبه كبيره من الناس هي هاي ثقافتها. صحيح، يعني احنا خلينا نكون واقعيين، فكيف بدك تكون انت الشواهد؟ احنا كم واحد منا اليوم بيختار، يعني اسالي اي اب اليوم عنده ابن في المدرسه ايش بتحب ابنك يكون؟ بقول لك دكتور 100% مهندس. فاذا انا كشخص مش انا اللي حددت توجهي، المجتمع حدد لي التوجه، لانه ثقافه المجتمع انه الدكتور هو احسن شيء او هو الناجح وهو يمكن طيب. في بعض الدول مثلا زي الصين لما راحوا توجهوا للتعليم المهني نجحوا نجاح كبير، يعني هلا من 30 سنه وجاي تقريبا لما غيروا كل المناهج الصين صاروا تفوقوا بكل النواحي الاقتصاديه على العالم كله، غيروا ثقافه المجتمع ككل. في بعض الدول الاوروبيه غيروا ثقافه الناس. انا يعني بعرف في مدن في المانيا مثلا لما تحولوا للاوتوميشن وكيف صارت الصرافات الاليه صارت كلها اوتوميتد والسيلف سيرفيس وما في جوا الفرع، هم كانوا جزء من دورهم المجتمعي انه غيروا ثقافه العملاء حتى لو كانوا كبار في السن، يعلموهم كيف يستخدموا هاي الماشينز اللي هم اصلا بخافوا منها. فيمكن هون صار في عندنا كمان صحيح. مش بس دور مؤسسي، في دور مجتمعي ودور صحيح. دوله يعني صحيح. في صحيح. تغيير الثقافه عشان نقدر نستغل الموارد صحيح. الشبابيه او الموارد البشريه صحيح. فبالتالي هناك رغبه من بعض الاشخاص فعليا على تحقيق التغيير، فهل بالتالي هذا المجتمع او هذه المؤسسه قادره على استقبال هذا الشخص الذي يسعى الى التغيير او يسعى الى التطوير؟ هذا كمان من جهه اخرى عشان ما يكون محبط. فبرايك الشخص من وين بده يبلش بفكره التطوير والى اي مدى هو بحاجه الى مجتمع او مؤسسه تحتضن هذه الرغبه؟ احنا بصراحه بحاجه لمؤسسات انها يعني تغير نمط التفكير اللي عند الجهه القانونيه، الاجيال اللي احنا في عمرنا خلص راحت عليهم، يعني هلا ما حتقدر تغير. هي كمان غلطه. هي ما بصير باي شكل من الاشكال انه الواحد يفكر فيها. لا صحيح صحيح، ولكن احنا بنحكي للاجيال القادمه، يعني احنا هلا يعني مثلا انتم دوركم اللي تغيروه. اكيد، احنا هلا سنه 2022، هل بتتخيلي سنه 2030 يضل العالم على ما هو عليه؟ العالم رايح اليوم على اوتوميشن، على ديجيتال سيستمز، على ارتفيشال انتليجنس وهذا الذكاء الاصطناعي وهذه الاشياء. هل بكفي انه نحكي الشخص والله لازم يطلع عند دكاتره ومهندسين ومحامين؟ لا، بكثير محتاج ناس يشتغلوا في الابتكار، الانترنت اوف ثينجز، يشتغلوا بالديجيتال ميديا والامور هاي. فاليوم هو دور مشترك، انا بحكي من بين ثلاث عناصر، العنصر الاساسي هو الدوله اوكي والاسره والشخص نفسه، يعني الاسره طبعا بحكي الدوله بشمل من ضمنهم المدارس والمؤسسات التعليميه اللي بتحفز وهذا، والقطاع طبعا التجاري والصناعي والمنتج بالنهايه حيتبع هذا النمط. صحيح، هو مجبر، يعني في بعض القطاعات هي مجبره على التطوير 100%. يعني انت اليوم اذا ما تواكبت التطور اللي عم بصير او التغيير المستمر انت بصير خارج المنافسه اصلا 100%. ولكن هناك قطاعات اخرى، مثلا خلينا نحكي القطاعات الخدميه، القطاعات الحكوميه، المؤسسات اللي بتعمل يعني المهمه هي نفسها والمنتج هو نفسه، واحيانا بالعكس عم بيكون في مشكله اذا بدنا نطور انه يقدر الشخص يطور لحاله، لانه هي عباره عن منتج خدمي ومنظومه. هذا من جهه، من جهه اخرى الان في كثير من الناس اصبحوا يميلوا الى فكره الرياده والابداع وانه يكون في عندك عملك الخاص، واحيانا برضه ممكن يفتح المحل
مثلا شخص حابب انه يعمل فكره او يبيع منتج او يعني بغض النظر، بس الفكره انها محدوده ضمن نطاق معين، فليش الحاجه الى التطوير بشكل كثير كبير ضمن المناخات اللي فيها مجازفه كثير مثلا؟ فهل هي عقليه التطوير؟ هل هي حاجه في هذا الوقت؟ شو ممكن نصنفها؟ بالضبط. هلا برجع بحكي، اهم مهاره حتكون من هون للعشر سنوات القادمه، اهم مهاره هي الانوفيشن، الابتكار. هذه مهاره اساسيه، لانه مع تطور العلم اللي عم بصير في العالم كثير حيكون في عندك وسائل متاحه انك انت تطور من عملك. يعني نحكي مثلا تاع السوبر ماركت، اوكي، ليه لازم يطور من شغله؟ لانه حيكون في سوبر ماركت ثاني حيعمل له مثلا درايف ثرو. يعني اعطيك بس شغله صغيره، في مدير فرع بنك، اوكي، عنده فرعه صغير، عملائه محدودين، فهو ابتكر فكره صغيره، عمل فالي باركينج للعملاء، وصار كل ما يجي عميل خصص شخص واحد راتبه بسيط جدا يغسل له السياره او ينظف له السياره، يمسح له السياره من برا. فصار كل العملاء تاع هذا البنك ما يروحوا على الفروع الثانيه، يجوا على هذا الفرع، فزاد عدد عملاء. هي فكره صغيره، هلا بتحكي لي مثلا عملت اثر كبير، عملت اثر كبير طبعا. فالتطوير دائما لازم يكون، حتى لو كانت سوبر ماركت، حتى لو دكان صغير، انت اليوم عم بتقدم خدمه، تمام؟ فبتقدم خدمه بهالحاله هاي. انا عندي ثلاث سوبر ماركتات في المنطقه، ليه بروح على السوبر ماركت هذا بالتحديد؟ ليه بروح على الصيدليه هاي بالتحديد؟ لانه في عندي الخدمه تتقدم بطريقه بتلائم متطلبات العميل. اذا ما واكبت هذا التطور ما حتزبط الامور. في ناس ممكن ايام كورونا اذا بتتذكري، في صيدليات بتوصل لك الدواء على البيت، وفي صيدليات لا ما عندهم هاي، فانا بصير اتعامل معهم. طيب استاذ علي، سريعا لانه لم يبقى معي غير ثواني، هل المدراء او عقليه المدير عندنا بتحس انه مش بحاجه الى التطوير، او هذا المفهوم انه خلص وصل الى مرحله عليا لدرجه انه التطوير صار يعني بعيد كهدف؟ هاي والله مشكله كبيره ستي، لانه احنا فعلا احنا عاده بنحكي جمله في الاداره انه تطوير الموظف محدود في مدى قدره المدير اللي اعلى منه. اذا المدير مستوى فهمه الاداري هون، الموظف ما حيصير فوق، تمام؟ لانه مديره ما بيعرف، مش لانه هو ما بده يطور موظفه، لانه ما بيعرف السقف اللي بيعرفه المدير بهذا المستوى، تمام؟ فما بيعرف انه في سقف اعلى الموظف لازم يطلع عليه. فللاسف احنا ما في عندنا اليوم مقياس فعلي يقيس المهارات الاداريه اللي عند الشخص. كل واحد بياخذ اليوم منصب اداري، هذا اسهل ما يكون، وبصير في منصب عالي جدا بدون ما يكون عنده القدرات الاداريه الفعليه يحتاجها المؤسسه عشان تمشي وتتطور لقدام. المشكله انه احنا دائما بنهتم بفكره انه دائما نحط مدير على اي شيء، يعني بغض النظر عن المهارات او القدرات الموجوده عند الشخص، المهم هذا التايتل موجود، فهي مشكله كمان. طيب بس احكي لك اخر جمله، احنا كل ما تقدمنا في الوظيفه اعلى، مهاراتنا الاداريه والقياديه لازم تكون اكثر، مهاراتنا الفنيه اقل. بس للاسف هذا الجزء ما في اهتمام مهمل. علي جرار، اختصاري المواد البشريه، شكرا لوجودك معنا اليوم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. شكرا.